لابد انك تعتمد الافكار مش الاسيتس او الاصول او ميزانيات. يعني واحد لسه بيبدا امبارح ما اعتقدش ان عنده ميزانيات كسبانه او ثلاث ميزانيات. وحتى لو فرضنا ان هو شغال بقاله ثلاث سنين، ما هو اذا لجا للاقتراض معناه ان هو ما عندوش القدره او السيوله. انت عايز منه في يعني كبنك بيطلب منه ميزانيه كسبانه وبارقام معينه، وساعات بتكون ارقام معجزه. اللي بيحصل ايه؟ ان طبعا بتتعمل ميزانيات شكليه او صوريه وبتتقدم، فاللي بيحصل بالظبط بيحصل فساد، وفي الاخر كمان هذه المشروعات بتفشل لان انت الراجل ده ما عندوش الخبره الكافيه وما عندوش والشخص اللي هو المؤهل يعني ما بيقدرش يحصل، او الصادق واللي بيقدم ورق مظبوط ما بياخدش. فلازم نرجع تاني للفكره الموجوده في العالم كله. دائما الاقراض بيعتمد على الكاش فلو، يعني يقول لك اذا كان المشروع ده واعد يقدر يصدر يقدر يبيع في السوق المحلي، المفروض ان انا هقرضه على الفكره نفسها المقدمه وليس على ميزانيات عن سنوات سابقه. ده فيما يتعلق بالاقراض. كنت اسالني سؤال وانا فكره الات والمعدات دي، لانه ناس كتير اشارت اليها كمان من رجال الصناعه وقصتها دلوقتي، وانا عايز اجيب اللي هي ايه بقى؟ انه انا عايز اجيب معداتي والاتي ودلوقتي وادخلها السلع الاستثماريه. والسلع بالظبط. بص اعمل ايه في القصه دي؟ لا انا الاول بس عايزين نتكلم من حيث المبدا. يعني انا بصفه اخرى انا رئيس مجلس اعمال دول اغادير، وانا في المغرب ساعه ما اسسنا المجلس الاعمال كان قابلت وزير التجاره والصناعه هناك، وانا كنت حتى بتهكم على فكره انهم داخلين في صناعه السيارات. قلت له انتوا ما عندكوش بنيه اصلا، يعني قلت له مصر كانت سابقاكم في ده، هم تقريبا بداوا من زمان قوي لكن على استحياء يعني. فالراجل قال لي انا يعني حضرتك انا لما اجيب صناعه هم تقريبا استوردوا هذه الصناعه طبقا لاتفاقيه اغادير من الاتحاد الاوروبي بمكونات في الفضاء الاغاديري بتعامل اكنها يعني مصنعة في الاتحاد الاوروبي بصفر جمارك. فهو تقريبا مصانع رينو والحاجات دي هو بدأ برينو ودلوقتي بيجو دخلت يعني ما شاء الله عندهم كذا شركة. السنة دي هم صدروا او السنة اللي فاتت تقريبا 10 مليار، واعتقد بيستهدفوا في السنة اللي جاية او اللي بعدها 40 مليار دولار. رقم كبير. رقم طبعا، لان خلي بالك المغرب نفسها هم 33 مليون تقريبا، يعني هم ثلث الشعب المصري. فده يعتبر دخل عالي وجيد بالنسبة لي. قال لي انا حضرتك بجيب شركه كفايه عندي ان انا بيخش عندي نقد اجنبي في البلد بيمول لي مشروعات. الشيء الثاني لو انا ما عنديش قيمه مضافه غير اجر العمال هذا يكفيني، انا لما اشغل 10,000 عامل ده بالنسبه لي مهم جدا. وده فكر متقدم جدا. واللي حصل ايه؟ لما جابوا الشركات دي وشغلوها وما كانتش اصلا انا اسف يعني مش صناعه مغربيه، هي صناعه اوروبيه يعني بالكامل، حصل ايه؟ ان سلاسل الامداد جت سكنت عندهم بجوار هذه المصانع، يعني خلاص هو ساب ايديه وبدا الاستثمار بيروح له طواعيه. طبعا مع اعتبار ان هناك محفزات وهناك تسهيلات كبيره جدا في المغرب، اعتقد ان هي جذبت كتير جدا في الفتره الماضيه تقريبا وفي ظل الازمات دي رقم كبير جدا. وزي الامارات، الامارات خدت برضو نتيجه، واحنا بنتكلم على التراخيص، انت حضرتك ممكن انت قاعد في الفندق بتطلع تقريبا الترخيص في ساعتين. وهو ده يعني دي اللي بيقولوا عليها اللي هو طبعا مناخ الاعمال اللي موجود في هذه الدول محفز جدا لهذه القطاعات انها تشتغل عندهم. انا شايف ان اولا مصر لابد ان احنا الاول نتكلم، عشان احنا بقالنا كتير بنتكلم على المشكلات. مصر سوق كبير جدا كسوق داخلي يعني يستوعب اي عدد من الصناعات في اي مجال. الشيء الثاني طبعا زي ما احنا قلنا وبحق ان اللي اتعمل في الفتره الماضيه بما يشبه الاعجاز في البنيه التحتيه، توسيعه المواني، ان بقى عندك مواني 10 اضعاف تقريبا الارصفه، انت النهارده ممكن تبقى تقريبا يعني مصنع العالم او المنطقه اللوجستيه اللي بتتوسط العالم بالميزه اللي ربنا منحها لك كمان كموقع. لان بقى عندنا مشكله اخرى، حضرتك اللي بيستورد خامات او مدخلات انتاج من الصين مثلا، ده اذا لقى واذا كان موجود، تكلفه الشحن بتفوق ساعات تكلفه الخامات او البضائع اللي جايبها نفسها. فهذه فرصة. لكن واحنا بنتكلم على الآلات أو سلاسل الإمداد أو المكونات في الصناعة، أنت ما تقدرش تعمل كل حاجة لأن ده مش موجود في أي بلد في الدنيا. لأن في تكلفة استثمارية لابد يبقى عندك يعني دراسة المشروع بتتبني على إذا كان استخدامك للسوق المحلي مش هتقدر تنشئ صناعات زي مثلا لو بتعمل بدلة. لو هتعمل مصنع زراير هيبقى تكلفة الزرار 10 أضعاف لو أنت جبته من الصين. كان في إشارة في الحتة دي وأنا آسف المقاطعة، بس كان في حتى مدير برامج
الشرق الاوسط صندوق النقد اللي اتكلم في اول يوم انا بس الاسم طيب بعد الدكتور محمد العريان على طول، واشار الى فكره انه الاستثمار في مصر لما درس الحاله قايمه على استثمار استهلاكي. حد اجنبي ولا محمود محي الدين ولا لا لا عربي لو زمايلي بس يفكروني بالاسم، اشار لفكره انه الاستثمار في مصر قايم على فكره استثمار استهلاكي وليس استراتيجي، هل دي النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها او لا لا يعني بص يعني هو احنا دايما يعني التعريفات دي ممكن جدا تطلق وبرضه ما تبقاش على العموم لان انت عندك كل انواع الاستثمار موجوده وانت عندك تنوع في الاستثمار في مصر حقيقي يعني. لكن انا اللي بقول عليه في ظل الازمه الحاليه بهذه المزايا الموجوده حضرتك تقدر تنشئ صناعات وليده يعني مش لازم تتكلم على القائم. وانا يمكن عندي تحفظ على فكره دعوه في استثمارين او نوع من الاستثمار. انا شخصيا بارى ان في استثمارات بيطلق عليها استثمارات خبيثه اللي هي بتيجي وتاخد يعني ارباحها وتخرج زي الاموال الساخنه والناس اللي خرجت من مصر الفتره الماضيه. لكن اللي انا بتكلم عليه الاستثمار الحميد هو الانتاجي يعني لو واحد هيجي يعمل مصنع يعني اعتقد ان احنا النهارده واحنا بنقدم الارض كما ذكرت بهذه المزايا المفروض رئيس الوزراء يقعد كده يحط تصورات زي ما قلنا استراتيجية. لكن لما اجي استهدف اي مستثمر من الخارج اجيب ناس زي ما حضرتك اشرت في الاول لهم محطات تصديرية في الخارج، انا عايز حد يدخل لي دولار ويقتسم معايا هذا يعني ما فيش مشكلة ان هو يربح وانا هربح كمان كدولة. لكن عشان اجيب حد في التجزئة او في قطاعات اخرى او ادخله في شركة قائمة بتبيع بالجنيه للمصريين ويجي آخر العام عايز يحول دولار، ما أعتقدش إن ده هيأثر تأثير إيجابي في الاستثمار.